الأمل نافذة صغيرة، مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقاً واسعة في الحياة. صباح الأمل والتفاؤل على كل مشاهدينا من كل مكان. بصبح على فريق العمل خلف الكاميرات، وبصبح كمان على زميلي أندرو في الاستوديو. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مارينا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة يوم الخميس 11 مايو 2023. إن شاء الله هنكون مع حضراتكم من دلوقتي والمدة ساعتين على الهواء مباشرة. هنبدأ حلقتنا بأول فقرة معانا، وهي الفقرة الإخبارية اللي بنتكلم فيها عن أهم وآخر الأحداث اللي حصلت مؤخراً. كمان عندنا الفقرة الثانية، وهي الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي، وهيشرفنا وينورنا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. وكمان عندنا قراءة للمقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومقال جديد بعنوان أول البطارقة. وفقرتنا الثالثة هنتكلم عن الأشخاص ضعاف الشخصية. ليه الإنسان يبقى ضعيف الشخصية؟ وإزاي الأباء والأمهات يربوا أولادهم إن هم ما يبقوش ضعاف الشخصية؟ هنتكلم في كل ده بس بعد الفاصل. هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وأول خبر معنا في الحلقة بيقول: افتتح وزير السياحة والآثار دكتور أحمد عيسى ووزير التعليم العالي دكتور أيمن عاشور ورئيس جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور محمود المتيني متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على التراث الأثري، افتتح دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بمشاركة مجموعة من السادة الوزراء ولفيف من عمداء الكليات متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس. هذا القصر الأثري الذي يعد تحفة معمارية فريدة وشاهدة على تاريخ مصر الحديث، قد جاء إقامة هذا المتحف في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس لإبراز ملامح الحضارة المصرية العريقة ونشر الوعي السياحي والأثري بين شبابنا. النهاردة إحنا بنشوف قدامنا درس لإعادة أصول المؤسسات التعليمية والاستفادة منها لخدمة الدولة. قصر زي قصر الزعفران النهاردة اللي بيحصل، أنا بأدعو جميع المؤسسات التعليمية سواء ما كانت ما قبل الجامعي أو الجامعي لإعادة النظر في الأصول التي تمتلكها ذات القيمة وإرجاعها إلى أصلها التي تستفيد به الدولة. عبق التاريخ واستشراق المستقبل، كلمات تناولها افتتاح متحف قصر الزعفران. وخلال الافتتاح تم تكريم مجموعة من المساهمين في ترميم القصر وإنشاء المتحف. الرؤية كانت في الآخر بعد التشاور مع الجميع بما فيها وزارة الآثار بما فيها الخبراء والمختصين في مصر وبعض الأحيان من خارج مصر، قالوا إن لازم يكون في تواجد لا يهجر القصر علشان يفضل نحافظ عليه. لن يقتصر متحف قصر الزعفراني على طلاب جامعة عين شمس فقط، بل سيكون منارة تعليمية أثرية لكل طلاب مصر. عزيز داود، مثال. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية. هنروح بقى دلوقتي لخبر خاص بجائزة دولية بتحصل عليها مصلحة الضرائب المصرية. هذه الجائزة اسمها الشارقة في المالية العامة في دورتها الثانية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية. عشان نعرف أكتر عن هذه الجائزة وإنجازات مصلحة الضرائب المصرية في آخر فترة، خلونا نرحب بالأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية. أستاذ رجب، بنرحب بحضرتك وصباح الفل. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا، صباح الخير على الجميع يا رب. صباح الفل على حضرتك. يعني في البدايه عايزين طبعا نقول مبروك لمصلحه الضرائب المصريه هذه الجائزه
الدولية المهمة، وعايز أعرف بقى من حضرتك يعني فكرة أكتر عن هذه الجائزة. الجائزة دي طبعا بتنظمها دولة الإمارات العربية بالنسبة للجهات اللي هي بتقوم بالمالية العامة، زي ما حضرتك أشرت في المقدمة، المالية العامة ديت اللي هي بتتضمن موارد الخزانة العامة للدولة، يعني اللي هي تحصل الإيرادات الخاصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات العامة والهيئات الخاصة. فدي الجائزة بتنظمها هذه الدولة، بتنتظر لها قواعد ومعايير معينة، ألا وهي هل هناك تطبيق لكافة المعايير الدولية لتحصيل المالية العامة أو تطبيق المالية العامة بمعنى هل مصلحة الضريبة المصرية لديها ميكنة كاملة لكافة إجراءات تحصيل الضريبة؟ هل لدى مصلحة الضرائب آلية لتحصيل الضريبة على المعاملات عبر القارات يعني بين الدول؟ هل لدى مصلحة الضرائب نظام وقواعد وإجراءات مميكنة؟ هل لدى مصلحة الضرائب تطبيق للمستحدثات للأنشطة الجديدة التي تدرج في الدول؟ دي كانت الهدف من ده قواعد القواعد الخاصة بالجائزة. وبالتالي تم عمل الدراسات من خلال الزيارات التي حدثت لمصلحة الضريبة المصرية في كافة المواقع التنفيذية الخاصة بها، وبالتالي عندما تم الانتهاء من عملية الاستقصاء وعملية التحليلات المالية الخاصة بإجراءات عمل مصلحة الضريبة المصرية، لقد فازت مصلحة الضريبة المصرية بالمركز الأول بالنسبة لجائزة الشارقة للمالية العامة. أستاذ رجب برحب بحضرتك مرة تانية، صباح الفل. صباح النور يا فندم. صباح النور. محتاجين نتكلم عن الآثار الإيجابية للحصول على مثل هذه الجوائز الدولية. أول حاجة إن هنا ده بيبقى بيدي مصداقية في مصلحة الضريبة المصرية أنها لديها العدالة الكاملة في تحصيل المستحقات الضريبية لدى المستثمرين معها، وبالتالي هناك مبدأ من مبادئ الضريبة ألا وهي مبدأ العدالة الاجتماعية، أي أن جميع المستثمرين سواء كان مقيم أو غير مقيم، سواء كان فرد أو شركة، أيا كان النظام القانوني الخاضع لها، كلهم أمام مصلحة الضريبة سواسية، أي لا يكون هناك تدخل بشري في بعض الإجراءات، ولكنها كلها إجراءات مميكنة بتتم على الجميع، والكل بيحصل على العدالة الضريبية من مصلحة الضريبة المصرية. أيضا بتدي انطباع لدى المستثمرين أن هناك تحقيق عادل لموارد الخزانة العامة للدولة من كافة المقيمين لدى مصلحة الضريبة المصرية. أيضا بتعطي للمستثمر غير المقيم أن هناك تطبيقات عالمية داخل مصلحة الضرائب المصرية لكافة تحصيل المستحقات الضريبية الخاصة بهم، سواء كانت ضريبة دخل أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة دمغة أو ضريبة رسم تنمية موارد مالية. ده كله بيعطي لما جائزة مثل ذلك أن هي تكون في على مستوى الشرق الأوسط، ده بتدي انطباع أن مصلحة الضرائب المصرية بتطبق كافة المعايير الدولية الخاصة بتحصيل المستحقات الضريبية لدى الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين. طب أستاذ رجب، هي دي أول مرة مصلحة الضرائب المصرية بتحصل على جائزة دولية؟ نعم يا فندم، دي طبعا ده شرف كبير جدا لمصلحة الضرائب المصرية أنها تحصل على جائزة دولية، لأن زي ما حضرتك أشرت إن هي المرة الثانية التي قامت دولة الإمارات بعمل مثل ذلك، وده بيؤدي إلى بيكون دافع لدى الجميع سواء أي وزارة وليست وزارة المالية أو مصلحة الضرائب فقط، ولكن إن مثل هذه الجوائز بيعطي انطباع جيد لدى العاملين داخل أي حقل دولاب عمل إنه بيبذلوا أقصى ما يكون
وأيضا بتسعى الإدارة الخاصة بالتشريعات التي تحكم مثل هذه الجهات بوضع تشريعات حاكمة تتماشى مع التشريعات الدولية. أستاذ رجب، عاوزين نتكلم عن الأنظمة الضريبية الرقمية، عاوزين نتكلم عن أهميتها ودورها في تيسير الإجراءات الضريبية على المواطن. طبعا احنا عندنا الاجراءات الضريبيه المميكله زي ما حضرتك تعلمي، ده سياسه او استراتيجيه تم وضعها من قبل القياده السياسيه، فبالتالي تم مميكله مصلحه الضرائب في نواحي عديده جدا، منها اجراءات التسجيل الممولين، دي اول جزء تم تسجيل الممولين الكترونيا. ثاني جزء مرحلة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني. ثالث مرحلة السداد الإلكتروني عبر التحويلات الإلكترونية من كافة حسابات الشركات البنوك. رابع مرحلة اللي هي موجودة حاليا اللي هي نظام توحيد أسس حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، ده نظام تم وضعه من قبل مصلحة الضرائب بالتعاون مع خبرة الشركات العالمية الخاصة ب النظم المميكنة. وبالتالي وتم إصدار قرارين، وجاري إصدار القرار الثالث المرحلة الثالثة للتطبيق على الشركات. تم تطبيق منظومة توحيد أسس ومحاسبة ضريبة المرتبات على ما يقارب حتى الآن 316 شركة كمرحلة تجريبية، وجاري إصدار قرار للمرحلة الثالثة من السيد الدكتور معالي وزير المالية. ايضا كافة الاجراءات اصبحت دلوقتي هيبقى عندنا الفحص المميكن ان شاء الله بيبتدي من 1/7/2023، يبقى كده بتكتمل المنظومة المميكنة لكافة الاجراءات داخل دولاب عمل مصلحة الضرائب المصرية. استاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، والحقيقة جهد كبير بتقوم بيه مصلحة الضرائب المصرية، وهذه الجائزة جائزة دولية أهمة جدا بتوصف حجم الجهد الكبير اللي بتقوم بيه مصلحة الضرائب المصرية. مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. مهما كان بينها وما بين الشمس حاجة، تلقى في الشدة الرجال زي الغلال يعدلوا الحال اللي ماله وما كانش عاجب. كل يوم بيعدي والحد السعادي، التاريخ يكتب حكاية من بلادي، فيها أب مسلم الراية الولاد، فيها أم الدعوة بتهد الأهل، فيها بنت بيتعب اللي زعلها خاطر، فيها عرض ضربها متقدر بغالي، ليها ماضي وليها مستقبل وحاضر، فيها ابن بيترمي في حضن المخاطر، فيها بنت بيتعب اللي زعلها خاطر، فيها عرض ضربها متقدر بغالي، ليها ماضي وليها مستقبل وحاضر. لما بال الخوانة لما وصوته جمع، المساجد سبحت فيها الملايكة، والكنايس منطفش جواها شمع، والحكاية للنهاية تستمر، بلدي هتحارب وهتداوي الألم، فينا سر غريب ما يتصنفش سر، والعمار يبقى بمحبة وبسلام، فيها ابن بيترمي في حضن المخاطر، فيها بنت بيتعب اللي زعلها خاطر، ليها عرض ضربها متقدر بغالي، ليها ماضي وليها مستقبل وحاضر، فيها ابن بيترمي في حضن المخاطر.
ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. وغرفة المطاعم والمنشآت السياحية شاركت في الدورة 30 لمعرض سوق السفر العربي 2030 بدبي. وتفاصيل أكتر معنا على التليفون الأستاذ عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية. صباح الخير يا أستاذ عادل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا في صباح مين. متشكر أوي، أهلا بيك. في البداية خلينا نتكلم عن المعرض ومشاركة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية فيه. أهلا. الحقيقة المعرض ده أهم معرض في المنطقة العربية وأقوى معرض بيضم جميع العاملين في مهنة أو صناعة السياحة. إحنا من شركات طيران إلى فنادق إلى مطاعم إلى خدمات سياحية، بيشمل جميع الدول. جميع الدول بتشترك في هذا المعرض السنوي لمدة 4 أيام. بيحصل تبادل في الأفكار، وكل بلد بتشوف المنتجات بتاع البلاد الأخرى. والحقيقة التطور اللي معمول في السياحة تطور غير مسبوق. يعني زمان كنا بنعتمد اعتماد كلي على البروشورات اللي هي البرامج المطبوعة. دلوقتي البرامج المطبوعة بقت قليلة جدا وليست ذو فائدة كبيرة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ورؤى المشاريع على الطبيعة، كأن حضرتك موجودة في المكان نفسه. فالتطور اللي موجود دلوقتي غير طبيعي، والدنيا بتتحرك بسرعة فائقة، وبنشوف البلاد الجديدة اللي داخلة في السياحة زي انبهرنا بالجناح بتاع السعودية. الحقيقة كان جناح متميز جدا جدا، والمملكة العربية السعودية داخلة بقوة في السياحة بخلاف السياحة الدينية، فابتدت عندها سياحة ترفيهية وسياحة شاطئية، وبيحاولوا يتغلبوا على مشاكل عندهم زي مشاكل الجو. طبعا الجو قارس جدا، الحرارة صعبة جدا، لكن بيتغلبوا عليها. فبنشوف ازاي الدول اللي بيبقى عندها مشاكل بتتغلب على مشاكلها، فكل دي بنتعلمها. فالحقيقة مهمة جدا جدا ان كمان الواحد يقابل الناس، نظراءه في البلاد الاخرى العربية بالذات وبعدين الاجنبية، ويتعرف على تطورهم. اذا كانوا سابقيننا في حاجة بنتعلم منهم، واذا كنا احنا سابقينهم في حاجة هم برضو بياخدوا خبرتنا في المجال. طيب أستاذ عادل، عايزين نتكلم أكتر عن ما تم استعراضه من جانب حضرتك كرئيس للمطاعم والمنشآت السياحية، وبالأخص عايزين نتكلم أكتر عن الجانب الصحي، لأنه جانب مهم جدا الخاص بالغذاء المقدم في المطاعم السياحية. شوف حضرتك، يعني أنا كانت مهمتي بالذات في هذا المعرض إن أنا أتصل بوكلاء السفر ومنظمي الرحلات اللي هم بيبعتوا ناس لمصر، وعشان أقنعهم بإن لازم لما يبعتوا مجاميع إلى مصر سواء في الغداء أو العشاء يتأكدوا إن الوكيل المصري بتاعهم بيبعت المجموعات في مطاعم سياحية. ليه مطاعم سياحية؟ عشان المطاعم السياحية بتلتزم بكافة الإجراءات لسلامة وصحة الغذاء، وبتراقب بوزارة السياحة ومن هيئة صحة وسلامة الغذاء بصفة مستمرة المطابخ بتاعتها، المخازن بتاعتها، طريقة تداول الطعام من أول ما بيستلم سواء الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك لغاية ما بيحفظها ويصنعها ويقدمها. فبنضمن تسلسل العملية
الصحية للغذاء لغاية ما توصل للعمل. أنا اللي بيحصل إن شركات السياحة أوقات بتسترخص وبتحب تروح في حتة أسعارها كويسة ومتدنية. طبعا الأسعار المتدنية دي بتدي أكل متدني. الأكل المتدني ده بيسبب أمراض، حتى لو ما سببش أمراض للعمل يكفي يسبب له مشاكل معوية معدية صحية. فبيرجع السائح يشتكي شركة السياحة الأجنبية، شركة السياحة الأجنبية بترجع على شركة السياحة المصرية، بتأثر في سمعة مصر. فده كان غرضنا الأساسي، وفعلا قابلنا أغلب منظمي الرحلات سواء أجانب أو من منطقة الخليج العربي، وشرحنا لهم هذه النقطة، التأكد إن مجموعهم أو أفرادهم بتاكل في مطاعم سياحية مراقبة من الدولة. دي الرسالة اللي حبينا نوصلها، أهم رسالة كانت بالنسبة لي أنا هناك. أستاذ عادل، عاوزين نتكلم عن مدى تطبيق المنشآت السياحية والمطاعم لمعايير التنمية المستدامة. أيوة، التنمية المستدامة والسياحة الخضراء دي مهمتنا من أول ما كان في معرض كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ، وابتدينا فعلا إن احنا نطبق وندي مميزات للمطاعم اللي بتطبق سياسة السياحة الخضراء والطعام الأخضر. وبالنسبة استعمال مياه نظيفة بتحلل بصفة مستمرة، الخضروات أو الفاكهة ما تبقاش مرشوشة بأي كيماويات. فإحنا بنشجع وبندي مميزات للمطاعم اللي بتستخدم كل أدوات النظافة زي السخانات الشمسية ومثلا عدم استعمال الوقود بقدر الإمكان ودلوقتي بنشجع طبعا الفنادق البيئية والفنادق الخضراء وكذلك المطاعم الخضراء. ومدينة شرم الشيخ تعتبر أول مدينة خضراء فعلا يمكن في العالم، كل الأوتوبيسات اللي فيها النهاردة بتمشي بالطاقة الشمسية أو بالكهرباء. فكل الحاجات دي احنا بنسعى إليها والعالم كله بيسعى إليها، وهي ميزة كبيرة لما بيعرفوا إن مصر بتطبق هذه الجنود بتبقى مفضلة لدول كتيرة جدا. الأستاذ عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. توشكا، إنه الحلم القديم بإنشاء واد جديد موازي للوادي القديم، يربط بين الواحات الأربعة الدخلة والخرجة وسيوة والواحات البحرية، مروراً بشق قناة الشيخ زايد حتى تكليف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكا، والذي يعتبر من أهم المشاريع القومية في العصر الحديث. توشكا، أرض لم تطأها قدم الإنسان من قبل، تحولت إلى قبلة للحياة. الزائر لمنطقة جنوب الوادي قبل بدء المشروع قد يجد الأمر مستحيلاً. لسنا هنا لاستصلاح الأرض فقط،
بل لتأمين مستقبل أجيال. يهدف المشروع إلى التغلب على الفجوة الغذائية، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان، تصل في المستقبل إلى 1,000,000 فدان، مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب، وخاصة من شباب صعيد مصر، بالإضافة إلى التشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق وتخفيف الضغط البشري على وادي ودلتا النيل. عندما نتحدث عن مشروع زراعي ضخم كهذا، فإننا بلا شك نتحدث عن رافد ضخم يوازي حجم المشروع بتنفيذ أعمال شبكات طرق رئيسية ومدقات وإنشاء شبكات الري. بدأ العمل بالمشروع أول يوليو 2020 بمضاعفة الآلات والمعدات العاملة هناك لتسريع عمليات شق ترع وتفريعات المفيض لاستثمار مياهه. ومن هنا كان التأكيد من جديد على ضرورة استثمار هذه الكمية الضخمة من المياه في زراعات استراتيجية عملاقة، حيث ستحقق توشكا حلم الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القمح بشكل كبير. فلن نحتاج إلا لاستيراد أقل من ربع الكمية التي نحتاجها من القمح فقط بعد خيرات توشكا. وللبدء في تحقيق الحلم، تم استصلاح 85 ألف فدان من إجمالي 100 ألف فدان مخططة للاستصلاح لعام 2021، وزراعة 2.3 مليون نخلة بمساحة 37 ألف فدان، تم منها زراعة 1.35 مليون نخلة بمساحة 21 ألف فدان، بالإضافة إلى بعض الزراعات التحميلية حول شجر النخيل. تم حفر وتبطين عدد 2 ترعة بإجمالي أطوال 38 كيلومتر بإجمالي كميات حفر تقدر بتسعة ملايين متر مكعب. تم إنشاء عدد 2 محطة رفع بإجمالي 10 طلمبة بطاقة إنتاجية 3 مليون متر مكعب في اليوم، مد شبكات ري بإجمالي أطوال 1,107 كيلومتر بإجمالي حفر 4 مليون متر مكعب. تم تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الري المحوري، متمثلة في عدد 12,350 برج هوائي بإجمالي 2,247 كيلومتر هوائيات. تم تركيب وتشغيل عدد 1,103 جهاز ري محوري، مخطط بدء المرحلة الثانية في يناير 2022 لاستكمال المشروع حتى 500 ألف فدان. أصوات الآلات وضجيج المعدات في أيدي العمال لا ينقطع في توشكا ويصل لأسوان التي تبعد عنها حوالي 170 كيلومتر، لإنجاز أمل جديد لمصر والمصريين. يضاهي السد العالي وقناة سويس جديدة، لكنها عذبة هذه المرة، ليحقق حلم الدلتا الجديدة ويعيد الأمل في واد جديد حقيقي. ويتم كل هذا بالتنسيق مع العديد من الشركات المصرية العاملة هنا. الدولة تفعل الكثير بالفعل وليس بالكلام، وبقي علينا أن نغير حياتنا ونطور تراثنا ونبدل فكرنا بالخروج لمثل هذه المساحات الجديدة من الأمل، لنبني معاً مصراً جديدة بالعمل والجهد من أجل أرض الكنانة ولتحقيق حلم توشكا. خيرك يا مصر. مفيش علينا صعب أبداً أو محال.
احنا فيك عهد بتأوفى الرجال، نموت عشانك مهما بينا العمر طال. فعنينا صح في قلوبنا عين، عزيمتنا اعلى بالسحاب، جاهزين نرد على اي حد ونخط فوق كل الصعاب. مهما نشوف مهما نشوف تعرفنا خوف تعرفنا خوف، وقلوبنا اقوى من الحديد. ما يهزناش ما يهزناش ما يهزناش ما فينا عشق او راح شهيد. مش علينا صعب ابدا او محال، طول ما احنا فيك عهد من اوفى الرجال، نموت عشانك مهما بينا العمر طال. صوتك في ايد امين. كان يا مكان رح أحكي قصة بطل شايل بلاده في قلبه ناوي ينتصر، شايل سلاحه بين إيديه، شايف شهادته قصاد عيني ينادي بأعلى صوت الله أكبر، ينادي وكل من بعده يكبر. فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش، وطار ولدك راجعك يا أمي ما تخافي. ارمي سلاحك وسلم نفسك. مصر نموت عشانك وأرضك تعيش، وطار ولدك راجع أكيد يا أمي ما تخافيش. فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش، وطار ولدك راجع أكيد يا أمي ما تخافيش، يا أمي. حضراتكم مرة تانية، والخبر اللي معانا دلوقتي بيقول انطلاق أولى الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بمشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية وتحت مظلة مبادرة التكيف بقطاع المياه. والتفاصيل أكتر عن هذا الخبر معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح الخير يا باشمهندس، ودايما منورنا في صباح مين. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. محتاجين نتكلم عن هذه الدورة التدريبية وكمان عدد المشاركين فيها. يعني الدورة التدريبية دي يعني تعتبر نتاج هام جدا للنجاح الكبير اللي مصر حققته في مؤتمر
المناخ الماضي COP27. يمكن من أبرز وأهم النجاحات اللي اتحققت هي إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه. المبادرة دي تهدف لتشجيع التمويل الموجه للدول النامية والدول الأفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. ويمكن من أبرز الأمور الناتجة أيضاً عن هذه المبادرة أنه مصر هتحول مركز التدريب الأفريقي التابع لها في وزارة الموارد المائية والري يتبعها مركز إقليمي للتدريب للموارد المائية، مقره الرئيسي في مدينة 6 أكتوبر وله عدة فروع أخرى في المحافظات. هيكون مركز لتدريب المتدربين الأفارقة على المجالات والموضوعات المعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية. طب يا باشمهندس، أحد هذه الدورات التدريبية أو أولها اللي تعتبر يعني أول نتائج لمبادرة التكيف اللي بنسميها مبادرة أوير، هي عقد هذه المبادرة بمشاركة 24 متدرب أفريقي. الدورة دي ابتدت في شهر في يوم 2 مايو شهر مايو الجاري، وهتستمر لمدة 5 أسابيع، وإن شاء الله سيعقبها دورات تدريبية أخرى للمتدربين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. وده أحد العناصر الرئيسية لمبادرة التكيف اللي بتقدمها مصر لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. طيب يا باشمهندس، أهمية هذه الدورة بالذات إيه؟ اللي هي معظم العناصر والمواد المقدمة فيها بتساعد الفنيين والمهندسين والعاملين في مجال المية في الدول الأفريقية على التعامل والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء في بنتكلم على فيضانات بتحصل في بعض الدول، سيول أو جفاف ممكن بيحصل في بعض الأماكن، تغيرات مناخية عديدة بتضرب العالم كله مش بس مصر أو القارة الأفريقية. وعلشان كده لازم يكون في وعي متزايد بالنقطة دي وإزاي نتعامل معها على أرض الواقع. يعني قبل كده كنا بنتكلم على التغيرات المناخية كنظريات، لكن دلوقتي التغيرات المناخية أصبحت واقع ومطلوب تنفيذ مشروعات تقدر تتعامل مع هذه التغيرات المناخية وتحمي المواطنين والمياه والأنظمة الزراعية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وبالتالي أنا المتدربين الأفارقة لما بيعرفوا معلومات وبيعرفوا تقنيات وبيعرفوا ياخدوا دراسات حديثة عن التعامل مع التغيرات المناخية بيرجعوا لبلادهم وبيفيدوا بشكل كبير جدا منظومة الموارد المائية في دولهم للتعامل مع هذه التغيرات المناخية. باشمهندس محمد، عاوزين نتكلم عن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه، وكمان عاوزين نعرف إيه شعار الأسبوع. أسبوع القاهرة للمياه إن شاء الله هيعقد في الفترة من 29 أكتوبر القادم بإذن الله وحتى يوم 2 نوفمبر التالي. طبعا إحنا بنتكلم هنا على سلسلة من الأحداث المترابطة مع بعض اللي كلها بتدور حوالين التغيرات المناخية. يعني إحنا المؤتمر الماضي أسبوع القاهرة الخامس للمياه كان العنوان المياه في قلب العمل المناخي. أعقب ذلك إحنا بنتكلم على المرحلة اللي بعديها COP27 اللي عقد أيضا في شهر نوفمبر الماضي، وده كان عنوانه الرئيسي إزاي نربط بين المياه والتغيرات المناخية. المرة دي أسبوع القاهرة السادس للمية عنوانه العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة. فنلاقي إنه الأحداث كلها مترابطة مع بعض، بنتكلم المياه في قلب العمل المناخي، COP27 اللي أبرز قطاع المياه بشكل كبير، وكمان الأسبوع القادم إن شاء الله أسبوع القاهرة السادس بيتكلم كمان على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة. ففي تركيز واضح في أسبوع القاهرة للمياه والCOP27 على قضايا المناخ وعلاقتها وتأثيرها على قطاع المياه في مصر وفي العالم كله. المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا من برنامج صباح مي، لكن اسمحوا لنا نخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل باقي أخبارنا، خليكم معنا.
أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنروح لتصريح عن اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بيقول فيه أن إجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية مشروعك منذ انطلاقه حتى الآن بلغ 204 ألف مشروع. عشان نعرف أكتر عن مبادرة مشروعك وعن حجم المشروعات اللي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي، خلونا نرحب بالدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. بنرحب بحضرتك يا دكتور وصباح الفل. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، ودايما منورنا في صباح مين. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور. أهلا بك. يعني في البداية عايزين بقى ناخد فكرة أكتر عن مبادرة مشروعك وأهميتها. طبعا يعني المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية المحلية مشروعك ده أحد برامج وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وكمان خلينا نقول ان هذا البرنامج تم تدشينه في الربع الثاني من عام 2015، وحتى ابريل الماضي مشروعك نجح في انه ينفذ 204 الف مشروع باستثمارات تتجاوز 26.2 مليار جنيه، عملت على توفير فرص عمل حقيقيه حوالي 1.6 مليون فرصه عمل. طبعا يعني لما نيجي نبص على طبيعة المشروعات وعدد المقرات اللي بينفذها مشروعك على مستوى المحافظات المصرية كلها، هلاقي ان احنا عندنا 260 مقر بالمحافظات المصرية، زائد طبعا المقر الرئيس في وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية. البرنامج بيخدم على كل المحافظات المصرية، لكن لما نيجي نلاقي البرنامج ده عمل ايه في المحافظات، هنلاقي ان مثلا يعني يتقدم المشهد محافظة المنيا، يليها محافظة سوهاج، يليها محافظة البحيرة، يليها الدقهلية، ثم بقية المحافظات المصرية. لكن برضو من الأهمية بمكان نتكلم على ان برنامج مشروعك بيتم بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، وده اللي وفيها من التنوع ان مشروعك بيساهم في حاجتين، في جانب الطلب من ناحيه وفي جانب العرض من ناحيه ثانيه. ازاي؟ انه برنامج مشروعك بيساهم في توفير سلع وخدمات على مستوى كل المحافظات المصريه من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه في الصغر. من جانب ثاني انه هو كمان بيحل مشكله رئيسه وهي مشكله البطاله، وبيخلق جيل من رواد الاعمال. لكن كمان لازم نقول ان عشان نوصل المنتجات لكل ايادي المصريين كانت هناك منصه ايادي مصر، واللي الوزاره انشاتها بشراكه مع برنامج الاغذيه العالمي واسواق مصر احدى شركات اي فاينانس المصريه، وبالتالي احنا هنا بنساهم في ترويج المنتجات بتاعه المشروعات اللي بتتم من خلال مشروعك، وبكمان الاشتراك في المعارض الكبرى الرسمية. وزي ما أكد مع الوزير اللي هو هشام أمنة وزير التنمية المحلية أنه هو بالفعل كمان تم إدراج التدريب الكوادر البشرية العاملة في مقرات مشروعك على مستوى المحافظات المصرية زائد الديوان في برامج التدريب اللي بتتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بحيث دائما يكون هناك جديد عن الزملاء العاملين في برنامج مشروعك. وعمليات التدريب دي بتتم بشراكة مع البنوك المصرية، بحيث ان كل جديد في عمليات التمويل للمشروعات المتناهية في الصغر كذلك الامر هذا القطاع الهام جدا وتشجيع فكر ريادة الاعمال يكون عند زملائنا، كمان عشان نرفع من كفاءة التعامل مع الطالبي المشروعات. دكتور خالد، طيب في شروط معينة لازم توفرها في المتقدم للاستفادة من المبادرة دي، وإيه هي شروط التقديم أصلا؟ لو حضرتك مهتمة أو أي حد مهتم هيحصل الآتي.
هيتقدم للمهتم، هيتقدم بالأوراق الثبوتية بتاعته اللي هو بطاقته، فكرة مشروعه، ولو كانت الفكرة دي مصحوبة بدراسة جدوى. طب لو ما كانش فيه دراسة جدوى، الزملاء بيساعدوه في إعداد دراسة الجدوى التمهيدية للمشروع، فكرة المشروع قائمة على إيه، حجم الطلب المتوقع على منتجات هذا المشروع هتكون إيه. وعشان كده في دعم فني وتمويلي وتسويقي لمحافظة على استمرارية هذه المشروعات. طيب إذن الأوراق ماشية في اتجاهها الطبيعي إلى أن يحصل على الرخصة الدائمة. هناك رخصة مؤقتة بيتم منحها لصاحب المشروع بحيث أنه يبتدي في عمليات التسجيل بتاعته لحين استخراج الرخصة النهائية اللي هو هيشتغل فيها. ده في حد ذاته بيساعد على البقاء والنمو والاستمرارية بالنسبة لهذه المشروعات. طيب يا دكتور، حضرتك كنت بتقول انه هذا المشروع او هذا برنامج مشروعك بيخدم على كل المحافظات، هل يوجد مقر لبرنامج مشروعك في جميع المحافظات؟ ايوه فندم، بالفعل المقر الرئيسي اللي في كل محافظه هو في ديوان عام المحافظه. حضرتك مثلا عندنا في محافظه القاهره 14 مقر، محافظه الجيزه 9 مقرات، وغيرها من المحافظات المصريه بقيه ال 260 مقر طبعا، لكن المقر الرئيسي في كل محافظه هو متواجد في ديوان عام المحافظه. ديوان عام المحافظه طبعا. طيب هل هناك حصر باكثر المحافظات المستفيده بهذه المبادره؟ اي فندم، يعني هنلاقي المنيا بتتصدر المشهد على مستوى المبادرة ب 22,900 مشروع بإجمالي حجم قروض حوالي 2.8 من عشرة، وفرت حوالي ما يزيد عن 158,000 فرصة عمل. يليها محافظة سوهاج حوالي 21,600 مشروع بإجمالي قروض 2.8 من عشرة مليار، بوفرت 152,600 مشروع. يليها البحيرة في المرتبة الثالثة 18,700 مشروع بحجم إقراض 1.7 من عشرة مليار، وفرت حوالي 102,800 فرصة عمل. ثم تأتي محافظة الدقهلية ب 16,600 مشروع بإجمالي يعني حجم تمويل ب 2 مليار، حققوا تقريبا 106,900 فرصة عمل. ثم تأتي بقية المحافظات المصرية. دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده أقول في إيه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمقال الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمقال بعنوان أول البطارقة. المقال بيقول: يحتفل أقباط مصر في 30 من برمودا الموافق 8 من مايو بعيد استشهاد كاروز الديار المصرية أول بطاركتها القديس مرقس الرسول الذي حمل شعلة الإيمان المسيحي في بقاع أرضها، مؤسساً أحد كراسي الكنائس الرسولية الأربعة بمدينة الأسكندرية، وهي كرسي أورشليم وكرسي أنطاكيا وكرسي الأسكندرية وكرسي روميا. كانت الأسكندرية أنذاك مركزاً تجارياً مهماً ومدينة ثقافية ومنارة للعالم ومحط كبار العلماء والفلاسفة من أنحاء العالم كافة،
وتعددت بها الديانات الفرعونية القديمة واليونانية والرومانية واليهودية التي انتشرت في الأسكندرية خلال حكم البطالسة. مع وجود قلة من اليهود كانت قد سمعت عن المسيحية. ولد القديس مرقس بالقيروان بالخمس المدن الغربية التي كانت تحت الحكم المصري العصرين اليوناني والروماني، من أصول عائلة يهودية تعود لسبط لاوي. كان اسمه أولا يوحنا، فقد ذكر الكتاب المقدس أن الرسل كانوا يصلون في بيت مريم أم يوحنا المدعو مرقس. اهتمت أمه بتعليمه وتثقيفه، فتحدث اليونانية واللاتينية والعبرية ودرس كتب الناموس والأنبياء. وحين عادت عائلته إلى البلاد اليهودية بفلسطين سكنوا مدينة قانا الجليل. جاءت عودة أسرة ماري مرقس مع بدء خدمة السيد المسيح، فعصره وسمع تعاليمه وشهد معجزاته، وهو أحد السبعين رسولا الذين اختارهم، وقد شهد لهذا مؤرخون كثيرون منهم المقريزي. أما منزل ماري مرقس فهو الأشهر في العالم، إذ شهد العشاء الأخير الذي صنعه السيد المسيح لتلاميذه، فهو الذي أشار إليه السيد المسيح بقوله: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول وقتي قريب وعندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ولذا فبيته يعد أول كنيسة في العالم. بدأت كرازة ماري مرقس أولا مع الرسل، مع القديس بطرس الرسول في أورشليم واليهودية، ثم القديسين بولس وبرنابا الرسولين في رحلتهما التبشيرية الأولى، ثم تركهما وعاد إلى أورشليم القدس، وبعد إذ ذهب مع برنابا الرسول إلى أنطاكيا وقبرص. أما كرازة القديس مرقس الأساسية فكانت في إفريقيا الخمس المدن الغربية والأسكندرية والأقاليم المصرية، حيث أسس كرسي الأسكندرية الذي امتد بعد استشهاده إلى النوبة والسودان وإثيوبيا. وحين وصل ماري مرقس إلى الأسكندرية قادما من الخمس المدن الغربية في الأغلب سنة 60 أو 61 ميلاديا، بدأ كرازته بشفاء. ثم جال أصبع إنيانوس الإسكافي بمعجزة، ثم بدأ يحادثه وهو وعائلته عن السيد المسيح فأمنوا بالمسيحية. ثم جال ماري مرقس ربوع مصر مبشرا بالمسيحية، فانتشرت سريعا وأمن بها عدد كبير من المصريين. وكان القديس ينتقل بين البلدان مبشرا، وظل في روما حتى استشهد الرسولين بطرس وبولس، ثم رجع إلى الإسكندرية ليجد انتشار الإيمان في مصر وتزايد عدد المؤمنين الذين كانوا قد بنوا كنيسة في حي بوكاليا، حاليا الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية. ومع نجاح المسيحية وانتشارها في أرض مصر ازدادت كراهية الوثنيين للقديس، إذ رأوا فيه خطرا شديدا على ديانتهم، فقرروا التخلص منها. وفي سنة 68 ميلاديا أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد الذي صادف احتفال الوثنيين بعيد الإله سيرابيس، هجموا على الكنيسة وقبضوا على ماري مرقس وربطوه بحبل وجروه في شوارع المدينة وطرقاتها وأزقتها حتى تمزق لحمه وسالت دماؤه على أرض مصر، ثم أودعوه بالسجن. وفي صباح اليوم التالي ربطوه بالحبال وجروه في المدينة وهو يصلي لأجلهم طالبا لهم المغفرة، وظل هكذا حتى استشهد. وحاول الوثنيون حرق جسده لكن عناية الله لم تشأ، فهبت رياح وتساقطت الأمطار الغزيرة وأطفأت النار. وحضر المسيحيون وحملوا جسد أبيهم ماري مرقس ليدفن بالكنيسة التي تسمت باسمه. اهتم ماري مرقس بالتصدي للأفكار الوثنية آنذاك، فأسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية وعهد بها إلى العلامة يوستوس الذي أصبح فيما بعد السادسة من بابوات الإسكندرية. كانت مدرسة الإسكندرية تدرس العلوم الدينية والفلسفة والمنطق والطب والهندسة والموسيقى وغيرها، وذاع صيتها حتى حضر إليها علماء وفلاسفة من كل بلاد العالم، وتخرج فيها عدد من الآباء الذين صاروا فيما بعد بطارقة على الكرسي المرقسي وكثير من الأساقفة المشهورين. وهكذا صارت لمصر بركات خاصة بحضور ماري مرقس الذي يجله العالم ويعترف بدوره وخدمته وتعبه
في كثير من البلاد ليصبح كاروز ديار مصر وكاتب الإنجيل الذي يحمل اسمه، والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. وبكده مشاهدينا الكرام نكون انتهينا من مقال الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومقال كان بعنوان أول البطارقة، وكمان انتهينا من فقرتنا الإخبارية. لكن هنروح لفاصل، لسه مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا، هنروح لفاصل ونرجع تاني نستقبل فقرتنا الصحفية، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الصحفيه اللي بنحلل فيها اهم واخر المنشطات المتصدره للمشهد الصحفي. بيشرفنا وينورنا ان يكون معانا الكاتب الصحفي استاذ ايمن عدلي، رئيس لجنه التدريب والتثقيف بنقابه الاعلاميين. بنرحب بحضرتك وصباح الفل. صباح الخير استاذ، وصباح الخير استاذ مارينا، وصباح الخير على كل المصريين يا رب ان شاء الله. صباح النور يا فندم، دايما منورنا في صباح مين. ربنا يخليك، شرف كبير. هنروح بقى مع حضرتك دلوقتي لأول خبر، وأول خبر هو تصريح لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيقول فيه الحكومة مستعدة للمشاركة وسماع الرؤى والأفكار بالحوار الوطني. استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة أمس برئاسته بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أهمية جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدا بالرسائل المهمة التي تتضمنها الكلمة المسجلة للرئيس في بداية فعاليات هذه التجربة الوطنية. وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني، ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضا فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلي، وإنما تظهر أثرها في العديد من بلدان العالم. أستاذ أيمن، يمكن يعني الدكتور مصطفى مدبولي في هذا التصريح عايز يأكد على أن الحوار الوطني ما هواش سياسي بس، الحوار الوطني بيتضمن محاور أخرى زي المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. أهمية هذا التصريح في هذا الوقت إيه؟ ده زي ما حضرتك قلت بالضبط، بيؤكد أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية وخاصة رئيس عبد الفتاح السيسي في إيجاد يعني حوار وساحة من الحوار للاستماع إلى الخبرات المصرية. وكما أكد فخامة الرئيس، مصر تمتلك العقول وتمتلك العلماء وتمتلك الشخصيات المحبة الوطنية، وبالتالي عندما يتحدث رئيس الجمهورية على خطة وخريطة لرسم ملامح الجمهورية الجديدة من خلال الحوار وإيجاد حلول، زي ما حضرتك تفضلت يعني هناك مشاكل كثيرة جدا تواجه العالم وليس مصر في الوضع الاقتصادي في العلاقات بين الدول، وبالتالي هناك يعني مدافع من الحوار حتى نستمع إلى وجهات النظر. بتتكلم إن الدولة بتوفر كل المناخ حتى يكون هناك حوار مبني على أسس ديمقراطية، بتتكلم على نحن كشعب مصري في انتشار هذه النتائج حتى يكون هناك يعني مسار أكثر الديمقراطية والممارسة السياسية الفعالة. بتكلم على ملفات مهمة جدا في الأجندة في الحوار الوطني، منها
الملفات الاقتصادية طبعا، في الملفات الاجتماعية، في العلاقات الخارجية، بتتكلم على القوى الناعمة والإعلام، ودي نقطة مهمة جدا لأن فيها الدولة المصرية تحارب، والدولة المصرية لديها تحدي كبير في الغزو الثقافي الخارجي، وبالتالي مثل هذه يعني المحاور كلها بتصب في صالح الوطن والمواطن. ليه بقى؟ لأن أنت بتتكلم على رؤى مختلفة، أفكار، طموحات، تتكلم على فئات، احنا شفنا فئات الحقيقة حتى لو البعض يعني انزعج من وجودهم، ولكن احنا بنتكلم على الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة تسمع الجميع حتى نصل إلى حلول يتسبب هذه الحلول في نهضة الوطن من خلال الحقيقة يعني حوارات وجلسات متعددة. الدولة بتدعم، الدولة بتساند، احنا بنشوف الفترة المقبلة كما أعلن ضياء رشوان ستكون الجلسات على الهواء، من حق اي مواطن ان يرسل لاداره الحوار الوطني حتى بعدد من الرقم. ولكن كلام رئيس مجلس الوزراء امس يؤكد ان الدوله مهتمه بفكره العمل الوطني والعمل الاهلي، وفكره ان الدوله المصريه دائما تساند كل ما يعني يدعم التحديات التي تواجه الدوله المصريه. احنا شفنا حتى كيف كانت كلمات الدكتور حسام بدراب، وكيف كانت كلمات السيد عمرو موسى، كلمات قوية وصريحة وتطرح على مائدة الحوار الوطني كافة القضايا الوطنية التي تؤكد أن الدولة تساند وتدعم كل ما هو في صالح المواطن المصري. أستاذ أيمن، الخبر اللي بعده معانا بيقول استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وده لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى الوجود بمقر العمل. محتاجين نتكلم عن الأهمية والاستفادة اللي هتعود علينا من تطبيق نظام العمل عن بعد. والله هو يعني ساعة كورونا وأزمة كورونا احنا وجدنا أن المصالح كلها يعني معظمها يعني في إطار الذكاء الاصطناعي وفي إطار الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة اللي احنا نستطيع نوفر من الكم ونوفر من التنقلات ما جعلنا نعمل في عدد من المؤسسات عن طريق الأونلاين وطريق يعني التواجد خارج مقر العمل. ده مهم جدا لأن زي ما حضرتك عارفة دلوقتي أنت تحجز الطيران عن طريق الإنترنت، بتخلص المصالح بتاعتك، حتى المرور، حتى يعني كل الحاجات الخاصة بالتعاملات اليومية، وبالتالي أنت بتواكبي ما يحدث في العالم دلوقتي. يعني احنا يعني الأول كنا بنسافر بره ونقول يا رب يكون عندنا شوارع واسعة زي بره، بقى عندنا شوارع احسن من بره، نفسنا يبقى عندنا بنيه تحتيه مشرفه. وبالتالي مصر الان في ظل تولي رئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه بتنتهج نهج جديد فكره التقدم. انا طبعا يعني اثمن كثيرا هذا الخبر، ويعني يعني سعيد بهذا الخبر لان احنا مش محتاجين نبقى كلنا في المصالح الحكوميه، لكن احنا بس يهمنا يعني نتعامل مع المواطنين بشيء من السرعه والذكاء و تسهيل الحاجة على المواطنين. ودلوقتي لو حد تشوفي في البنوك على سبيل المثال، في البريد على سبيل المثال، في المستشفيات، في التأمين الصحي، كله دلوقتي بقى عن طريق السيستم وعن طريق الكمبيوتر حتى لما الناس تنزل مترو الأنفاق. وبالتالي طبعا ده مهم جدا لأن فكرة التواجد ونضيع وقت في المواصلات ونضيع وقت في مكاتبنا، أعتقد في ظل العهد الجديد لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي نحن في انتظار المزيد من القرارات التي تساهم في اولا سرعه الاداء الخدمه، ثم وده الاهم انها تقلل الاعداد في عدد من الوزارات. دي هتساعدنا، وتجربه كورونا كانت شهيده على ذلك. احنا كنا تقريبا بنخلص كل مصالحنا من خلال الابلكيشنز اللي بتتعمل في كل التعاملات سواء الماليه او غيرها. طيب استاذ ايمن، هنروح بقى بعد كده للخبر اللي جاي، والخبر بيقول مشاورات مصريه بريطانيه لبحث وقف فوري ومستدام لاطلاق النار في السودان. استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية بمقر وزارة الخارجية المبعوث البريطاني للسودان، ويرافقه سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وحضر اللقاء السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، والدور المحوري لمصر وغيرها من دول الجوار في هذا الإطار.
يعني الحقيقة أستاذ أيمن إحنا بنتكلم هنا عن دور كبير بتقوم به الدولة المصرية في قضية أشقائنا السودانيين، وبنتكلم هنا مش بس الدور مقتصر على إمدادات للغذاء وفتح ممرات، لا احنا كمان بنتكلم عن مناجدة لوقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقنا لدماء السودانيين. فالحقيقة مصر بتقوم بدور كبير في القضية السودانية. ايه رأي حضرتك في هذا الاجتماع وفي هذه التصريحات؟ طبعا خلينا استاذ أندرو نتكلم عن السودان. الحقيقه يعني من الحاجات اللي بتحزننا كثيرا، لاننا شعب واحد وتربطنا يعني هي بتشهد منذ فتره صراعات داخليه وجزائريه وتبدا الى صراعات، وزي ما احنا شايفين تدهور في الوضع الامني والاقتصادي وزياده العنف والجرائم والازمه الانسانيه وتعطيل الجهود المبذوله لتحقيق الاستقرار في البلاد. يعني الواحد يكون مصير السودان في ظل الصراعات التي تحدث داخلية أن تكون مليئة بالتحديات. يعني تفاقم الصراعات اللي احنا بنشوفه على الشاشات ده يعني هيؤدي إلى حالة اقتصادية سيئة جدا واجتماعية، وبنتكلم يعني أن حتى السلطة الانتقالية بتفقد الثقة والدعم الشعبي وهتزيد التوترات السياسية. احنا محتاجين فعلا تحقيق الاستقرار في السودان، ونتمنى من الشعب السوداني. ده دور مصر الحقيقة دايما، هي بتسعى جاهدا أن تجنب هذه الدول بالذات السودان من تفاقم الصراعات، ودايما تناشد الدولة المصرية الأطراف المتنازعة كل يوم العمل على تحقيق الاستقرار في البلاد والالتزام بالتحديات. هو ده دور الدولة المصرية، وإحنا مع مصر محتاجين برضو يعني أستاذ أندرو أن تلعب الجهات الدولية نقول دور فعال في دعم السودان، لأن الحقيقة الدولة المصرية تسعى وتجتهد، لكن محتاجين من الجهات الدولية والأمم المتحدة دور حتى تساهم هذه الادوار جميعا يعني بالرؤيه المصريه في تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم للحكومه السودانيه والمجتمع المدني، لان الحقيقه احنا بنتكلم يعني لابد ان يكون هناك في دعم للقياده السودانيه الحاليه، بنوفر لهم الدعم المادي واللوجستي، ونشوف ازاي المواطنين بيعانوا في هذه الفتره، لان الحقيقه يعني ما يحدث يعني يزعلنا كمصريين. فانا اعتقد يعني مصير السودان في ظل الصراعات الداخليه هيتوقف على قدره الاطراف المتنازعه على التفكير والعمل بشكل مشترك لتحقيق السلام في البلاد، لان الحقيقه مصر بتدعم، مصر بتساند، مصر بتتحدث، ولكنها كلها محاولات من باقي الدول حتى نصل الى حلول تجعل السودان سودان مستقر. احنا كان سودان واحد بقى سودانيين، سودانيين بلدين. فبنتكلم دلوقتي على استقرار، بنتكلم على الامن القومي المصري، بنتكلم على دوله الحقيقه لديها تحديات اقتصاديه كثيره جدا. فأنا أعتقد يعني الدولة المصرية من منظورها ومن رؤيتها ومن تاريخها دائما تدعم الأصدقاء والأشقاء وخاصة السودان، ولديها من الخبرات الدبلوماسية والخبرات الدولية ما تجعل إن شاء الله في القريب العاجل نقتنع أن هناك رؤى وأطروحات مصرية لحل الصراعات الداخلية داخل السودان. أستاذ أيمن، ننتقل للخبر اللي بعده. بيقول أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحة ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين. يعني الحقيقة احنا كل يوم بنتكلم عن شهداء وجرحى على مدى سنين كتيرة قوي، نفسنا يجي اليوم اللي كل ده ينتهي فيه. اتفضل يا فندم. طبعا حاجة تحزن جدا. أم القضايا القضاء الفلسطينية ومصر دفعت من أبنائها شهداء فوق 120 ألف شهيد، ودائما نتحدث أن حل القضية الفلسطينية يحل جميع المشاكل الدولية، ولكن زي ما حضرتك بتقول يعني وفين المجتمع الدولي؟ من مسؤول فيما يحدث؟ يعني من مسؤول عن يعني التصدي لمثل هذه يعني المهاترات والاستفزازات الإسرائيلية؟ لابد أن يكون هناك ضغط على إسرائيل، لأن الحقيقة هي قوة قائمة باحتلال. لابد أن يتم وقف العدوان، لابد أن يكون هناك تفاهم مع الجانب الإسرائيلي حتى نحافظ على الدماء الفلسطينية، لأن الحقيقة كل القوانين الدولية والإنسانية والقانون الدولي والإنسان كلها الحقيقة ضد ما يحدث الآن. بنشوف
عشرات بل مئات من القتلى، بنشوف في تدمير كامل للبنى التحتيه، بنتكلم على يعني صمت من المؤسسات الدوليه، وهذا الحقيقه ليس بجديد على اسرائيل الدوله التي هزمها الشعب المصري في 73، الدوله العربيه الوحيده التي هزمت اسرائيل، وكانت 67 تتحدث انه الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر، عشان بس نقول للناس قيمه يبقى عندنا جيش قوي وجيش الحقيقه يدافع عن تراب الوطن ويكون لديه القدره على الردع وعلى مواجهه التحديات والتهديدات والمخاطر. هي دي الدوله المصريه، الدوله المصريه هي بتشتغل القضيه الفلسطينيه من اجل الله عز وجل، طول عمرها بتحل، طول عمرها بتتكلم، طول عمرها بتتحاور مع العالم كله حتى نحافظ على الدماء لابناء الشعب الفلسطيني. انا اتمنى الحقيقه يعني احنا مش هنقول الا يعني نطالب المؤسسات الدوليه، الامم المتحده ومجلس الامن يعني فكره ان يقوموا باداء مهامهم في الحفاظ على دماء ابناء الشعب الفلسطيني وعدم ترك هذه يعني الظروف وابناء الشعب الفلسطيني يكونوا ضحيه لحظه بلحظه لحاله العدوان المستمره من المحتل اسرائيل على ابناء الشعب الفلسطيني. نتمنى ذلك الحقيقه، والجامعه العربيه بتحاول، ولكن يعني نناشد الضمير الانساني للمسؤولين في العالم للحفاظ على ارواح ابناء الشعب الفلسطيني. أمين يا رب. هنروح بقى بعد كده للقضية الروسية، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بيقول في تصريح لي إن اجتماع وزراء الخارجية السورية والإيراني والتركية في موسكو مهم للغاية. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باجتماعه مع وزراء الخارجية السورية والإيراني والتركية في العاصمة الروسية موسكو بأنه مهم للغاية، وقال لافروف خلال الاجتماع إن لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا مهم للغاية، حيث سعت هذه الدول بثبات نحو هذه النتيجة المرجوة. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا تفتح إمكانات جديدة لصيغة أستانا بخصوص تسوية الأزمة في سوريا، مؤكدا أن ذلك يؤثر إيجابيا على الأوضاع في المنطقة والشرق الأوسط بشكل عام. يعني أستاذ أيمن، عايز أسأل حضرتك آخر التطورات في القضية الروسية، وإيه رأي حضرتك في هذه التصريحات؟ هو طبعا دي من الأخبار الجميلة التي نتابعها منذ أيام، أولا عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ثم اجتماع احنا شايفين اهو بنتكلم على سوريا وتركيا وبنتكلم على عدد من البلدان. احنا عندنا قضيتين أستاذ أندرو مهمين جدا، أولا عودة اللاجئين إلى أراضيهم، ودي نقطة مهمة. ثانيا يعني اعمار سوريا، احنا بنتكلم على دوله مدمره من 13 سنه، بنتكلم على سوق السوريين في مصر ما شاء الله، طبعا يعني احنا نتحدث عن لاجئين، نتحدث عن ابناء الشعب السوري في مصر، شوف احنا بنتكلم على اجمالي عدد الاخوه الاشقاء في مصر فوق ال 12 مليون، شوف عملوا ايه في مصر من المشروعات ومن النجاحات. وبالتالي كل هذه الاخبار التي تخص سوريا في البدايه هي في اشاشه، بنتكلم على عوده ناس مشرده واطفال مشرده الى اراضيهم في سوريا، وده طبعا من خلال عودتها للجامعه العربيه ومن خلال المجتمع الدولي يعترف مره اخرى بالقياده السوريه من خلال التباحث والتفاوض من اجل الحفاظ على ابناء الشعب السوري. وطبعا عودتها للجامعه العربيه ويعني تلقيه الدعوه رئيس الجمهوريه بشار الاسد لحضور القمه العربيه القادمه في السعوديه، ده خير دليل على اهميه يعني تكون مقعد سوريا شاغل في اجتماعات الجامعه العربيه القادمه. اما بالنسبه لاعمار سوريا، انا اعتقد انها يعني في القريب العاجل ستعود مره اخرى دوله منتجه ويعني تحافظ على امنها. اما القضيه الروسيه الاوكرانيه بقى طبعا يعني اثرت علينا جدا في الازمات الاقتصاديه، وطبعا هو صراع للقوى الدوليه الكبرى بنتكلم على، واعتقد ان الموضوع بيزداد تعقيدا في الايام طبعا، لان الدول الكبرى يا استاذ اندرو مش عايزه تحل، ما هو نسال سؤال مال المستفيد مما يحدث؟ هنلاقي في شركات لبيع الاسلحه، وهنلاقي في يعني مصالح لعدد من البلدان على رسوم الولايات المتحده الامريكيه، وعشان كده احنا بنتكلم على دول تستطيع الحفاظ على امنها القومي، وبالتالي من يستفيد من هذه الازمه؟ بنجد في بعض الدول دي حقيقه، ربنا يعيننا تأجيج المصالح على هذه الدول، ده رقم واحد. اثنين، شوف بقى الاسلحه عامل ازاي، وشوف انت بتستفيد في زياده ايراداتك وزياده المنتجات بتاعتك. طبعا يعني نتمنى ان يكون العقل هو الاساس في هذه المشاكل،
حتى لا ندفع الثمن اكثر من ذلك. مش مصر بس، العالم كله بيدفع الثمن في ارتفاع السلع والمحصولات والحقوق. وبالتالي ثاني نناشد المجتمع الدولي ان ده دور المؤسسات الدوليه، مجلس الامن والامم المتحده والاتحاد الاوروبي، ده دورهم. ولكن يعني نتمنى يعني يتعلموا من مصر ان مصر لا تتدخل في شؤون الاخرين، ان مصر تحترم سياده الشعوب. كل هذه هي يعني نتكلم على اسس العمل الدبلوماسي. يعني نتمنى ان هذه الحرب تنتهي وخلاص، كفاية بقى يعني قعدت كتير قوي واستنزفت من طاقة وموارد كتير جدا. إن شاء الله ربنا يزيح هذه الغمة على خير. الكاتب الصحفي أستاذ أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إحنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة وهذه التحليلات. الحقيقة أكثر من رائعة دايما أستاذ أيمن، يعني بيكون معانا ودايما بيشرفنا بهذه التحليلات. وبكده مشاهدينا الكرام احنا خلصنا فقرتنا الصحفية، هنروح لفاصل ونرجع تاني عشان نتكلم عن موضوع بيهم اباء وامهات كتير، وهم ان اطفالهم يطلعوا ما عندهمش شخصية، ازاي يتعاملوا مع هذا الموضوع، ازاي يربوا اطفالهم ان هم يكون عندهم شخصية قوية. هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. هذا العالم الضعف والفناء لهما نفس المعنى، فلا تكن ضعيفا فتفنى حياتك. حكمة للشباب والأطفال ولكل الناس. إيه اللي يدفع الشخص إن هو يكون ضعيف الشخصية؟ وإزاي الأباء والأمهات يقدروا إن هما يتعاملوا مع أطفالهم علشان يربوهم تربية صحيحة ويخلوهم عندهم شخصية قوية، قادرين إن هما يعتمدوا على نفسهم وقادرين إن هم ياخدوا كل قراراتهم بنفسهم، وتكون كمان القرارات دي في نفس الوقت قرارات حكيمة مش متهورة. هنتكلم النهاردة عن شخصية الضعيفة والأباء والأمهات وتعاملهم مع أطفالهم مع ضيفتنا دكتور نورهان النجار، استشاري نفسي وتعديل سلوك. صباح الخير يا دكتور نورهان. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، منورانا في صباح مين. بنورك نورك، تسلم. خلينا في البداية نتكلم عن الشخصية الضعيفة، إزاي أنا أشوف شخص أقول عليه ده شخص ضعيف؟ إيه اللي بيظهر عليه خليني أقول كده؟ جميل قوي. هو أول حاجة بس خليني يعني أعرف للناس هو يعني إيه كلمة شخصية، يعني عشان نوصل لموضوع الضعف ده. الشخصية عامة هي مجموعة سمات كتير مع بعض كده، يعني هي عبارة عن مجموعة سمات نفسية وعقلية وجسمية وانفعالية، كل دول مع بعض كده عبارة عن شخصية الفرد واللي بتميزه عن غيره، لأن في اختلافات طبعا في السمات دي من شخص لشخص. فلما اقول على حد ان شخصيته قويه او ضعيفه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، فده معناها ان في خلل في احد مكونات الشخصيه اللي قلتها في المفهوم ده. يعني في السمات دي في حصل فيها خلل ما. طيب الخلل ده جاي منين؟ هل هو وراثي ولا لا ده البيئه؟ هو الاثنين بس الاكثر البيئه. طيب قبل ما اتكلم عن البيئه واقول ايه الاسباب، خليني زي ما حضرتك سالت السؤال، هو ايه مواصفات الشخصيه الضعيفه؟ يعني هو انا اقول على الشخص ده امتى ده كده شخصيته ضعيفه اصلا؟ في عندي علامات كتيره جدا. اول حاجه ان هتلاقيه ان هو شخص مش مبادر خالص، يعني هو تابع، يعني هو دايما تلاقيه ورا حد. هو حتى ممكن يكون عنده فكره معينه، حاجه معينه عايزها، بس هو لا يمكن يبادر ويقول فيها رايه او يقول ان هو عايزها خالص. ليه؟ لان هو عنده ضعف ثقه بالنفس وحاسس انه رايه مش في محله، وانه نظره الناس ليه هتبقى وحشه، ده التحليل السيكولوجي ليه، نظره الناس ليه هتبقى قليله، فبالتالي ما هو مش مبادر. تاني حاجه ان هو متردد، يعني ممكن تلاقي قدامه قرارات بسيطه كمان، مش هقول حتى في الحياه عامه، لا يعني في اللبس مثلا، في اي حاجه حتى عاديه، ياكل ايه، طب يخش المحل ده ولا ده، دايما هتلاقيه مش عارف يعني ده ولا ده، يقعد كتير جدا يفكر، وفي نفس الوقت بقى عايز حد هو اللي يقوده للقرار، حتى لو قرار بسيط، يعني هو اعتمادي اصلا من الدرجه الاولى. يعني متردد واعتمادي الاثنين مرتبطين ببعض جدا، بمعنى ان انا دلوقتي انا متردده اخد الفستان مش عارف الاحمر ولا الفستان اللي هو الاورنج شويه، لا ده انا هسال صاحبتي، هتصل بصاحبتي مخصوص اسالها ولا اخد اني واحد فيهم. اعتماديه ومتردده جدا جدا يعني. وطبعا لو عنده راي او فكر هو مهما كان يعني جواه اعتراض مش هيقوله ابدا. فبالتالي الشخصيه دي برده ما بتعرفش تاخد قرار خالص.
ما بتقدرش انها تاخد قرار، لان طبعا هي حاسه ان رايها غلط او هي رؤيتها النفسيه ورؤيتها للحياه فيها مشكله، فبالتالي مش تقدر تاخد قرار. كمان ما بيعرفش ان هو يواجه، يعني في كتير اوقات ممكن يكون في حد هضم حقه، حد ظلمه، بس هو لا، انا مش ما يعني حتى مهما كنت اتظلمت انا مش هقدر اواجه الشخص ده، مش هقدر، لان هو اكيد هيغلبني واكيد انا يعني هتبهدل اكتر ما انا متبهدله. وطبعا دي حاجه اساسيه. طيب يا دكتور ممكن نرجع بقى مع حضرتك تاني للاسباب، ان ابني شخصيته ضعيفه، ايه اللي ممكن يحصل في البيئه وهو صغير يخلي شخصيته ضعيفه؟ حلو جدا السؤال، وكمان بعدين نبقى نكمل بقيه مواصفات الشخصيه الضعيفه، لان مواصفاتها بصراحه وعلاماتها كتير. طيب اسبابها زي ما قلت من شويه لما كنت بتكلم على تعريف الشخصيه، وقلت ان لما يكون في ضعف في شخصيه بيبقى في خلل في الحاجات اللي انا قلتها، النفسيه والعقليه والحاجات دي كلها. طيب هل ده وراثي بس؟ لا، الاكثر منه البيئه. مين البيئه؟ ده هي التنشئه الاجتماعيه. مين التنشئه الاجتماعيه؟ التنشئه الاجتماعيه هم اللي بيساهموا بتربيه الطفل، اللي هو اول حاجه البيت، ثم المدرسه والاعلام ودور الثقافه والعباده، كل والرفاق الصحاب، كل دول بيساهموا في تكوين الشخصيه. قد يكون هنبتدي اول حاجه من البيت، قد يكون البيت فيه اساليب تربيه خاطئه. لان احنا عندنا في اربع انماط للتربيه، انا هقول لك على نوعين سيئين جدا، اللي هو نوع استبدادي ونوع تساهلي. الاثنين دول عكس بعض بس نفس النتيجه تقريبا. بمعنى استبدادي، بمعنى ان انا البيت عباره عن قوانين ما فيش فيها، ما بتاخدش لرأي ولا اي حاجه خالص، اللي هو مفيش محل مناقشه يعني. لا مفيش مناقشه خالص، البيت عامل زي ما يكون احنا في الجيش، يعني في مدرسه، في حاجه كده ماشيه فيها قوانين فقط تغيير، كان احنا في شغل. فمفيش مناقشه، مفيش ضحك فيه كتير، مفيش فيه دفى، ومفيش فيه حب، مفيش فيه اللي هو يعني هو ممكن يكون ده بدفع الحب، بس هو مفيش فيه دفى خالص. فاول حاجه شخصيه الطفله بتطلع تابعه، بتطلع جبانه جدا، خوافه جدا، ماشيه بالقوانين، ومهما كان لها راي مش هتقوله، لان هي عايزه خلاص اتعودت ان في حد فوق هو اللي ليه اليد العليا، تمام، مفيش فيه اي راي خالص. فدي طريقه تطلع الشخصيه ضعيفه. في العكس بقى اللي هو التساهلي، اللي هي التربيه اللي انا بديله كل الود، بمعنى بزياده بقى، مش بطريقه طبيعيه، لا حب بزياده، بمعنى ان ده بقى مفيش قوانين خالص، ده اللي انت عايزه، اللي هو عايزه بيلاقيه بالظبط، مفيش عقاب، مفيش اي حاجه خالص، اللي انت عايزه، عايزه تقعد بره لحد الساعه 2 بالليل، اقعد، بنت ولد مشكله، المهم تكون انت مبسوطه. فطبعا ده بيطلع شخصيه اعتماديه، شخصيه مش عارفه حقيقه الحياه، ولما بتكبر بقى وتواجه الحياه بتلاقي بتتصدم، بتلاقي نفسها شخصيتها ضايعه، مش عارفه تواجه اي حاجه خالص. بطل لو الاب والام بطبيعه الحال ما كملوش معاها حياتهم، ده حاجه وارده، فهتبتدي من اول هنا شخصيه ضعفها هيبان بقى. فده السجون تربيه غلط. حاجه كمان عايزه اقولها، ان احنا احيانا في طلعات غلط بنربيها في ولادنا، اساسها طيب، يعني اساسها قيم ايجابيه معروفه جدا، زي مثلا قيمه الايثار، اللي هو ان انا افضل غيري عليا او اديله حاجه من حاجتي، كل ده كلام جميل جدا، ولكن اديله حاجه من حاجتي لدرجه ان هي حاجه دي بالنسبه لي دلوقتي احتياج اساسي، وكل مره بعمل كده كده بالغلط، دي فكره مغلوطه، يعني انا كده فهمهم الايثار بشكل غلط. حاجه تانية، لما يكونوا برضو فاهمين التواضع، ودي قيمه ايجابيه ولازم كلنا نربي ولادنا عليها، بس برضو فاهمينها بشكل غلط مبالغ فيه، اللي هو بمعنى ان عادي اخلي اي حد يشتمني ويهزقني اصل انا متواضعه، لا، ده برضو قيمه غلط، لازم افهمه كويس الحد الفاصل بين التواضع وبين انا كده بقبل بالاهانه. كتير من الحاجات القيم اللي احنا المفروض نربيها فيهم دين بيها خير، ولكن هي ليها بتمشي في حته تانية خالص، تمشي في ناحيه تانية خالص. إلى جانب برضو إن في عوامل بقى، دي كلها عوامل خارجية، في عوامل داخلية بقى موجودة تانية، إن ممكن يكون الشخص نفسه أو الولد نفسه الطفل من كتر ما مثلا إن أهله ما بيجوا يتكلم أو مثلا يتدخل معاهم في الكلام بيمنعوه بطريقة وحشة جدا، إن هو ما يقولش رأيه، أو إن هو بيتضرب على طول، على طول بيأثروا عليه. بيأثروا عليه وبيخلوا بقى الحديث الذاتي بتاعه قلب، ودي على فكرة بقى مربط الفرس. يعني هي دي الفكرة الأساسية اللي بيخلي شخص ايجابي وشخص سلبي، هي الحديث اللي بيدور جواه لما بيحصل لك موقف، انت بتشوفه ازاي؟ بتقول لنفسك كلام ايجابي حتى لو انت غلطت، هل بتقعد تشتم نفسك في سرك وتقول انا فاشل، انا كذا، ما انا عارف ان انا اصلا انا ماليش قيمه، هم كل اصحابي احسن مني، هو الكلام ده مش شرط يقول جواه. لو فضل الحديث الذاتي ده سلبي عمال يتعمل كل شويه يتكرر جواه، والام او الاب ما خدوش بالهم، هيبقى هيخليه يروح في حته ان هو ما يحترمش ذاته،
مش هيقدر ذاته، فبالتالي ثقته بنفسه هتضعف، فبالتالي هتطلع لي في الاخر الشخصيه الضعيفه اللي انا بتكلم عليها دي. طب دكتور، حضرتك ذكرتي في كلامك ان الشخصيه الضعيفه دي ممكن تكون بسبب وراثه، وراثه ليه؟ ازاي الوراثه تقدر ان هي تساهم ان الشخص يطلع ضعيف؟ بصي اقول لك حاجه، في جزء جيني في اي صفه ممكن يكون فيها جزء جيني، بمعنى في حد مثلا في سلسله العيله نفسها او في الهيستوري بتاعهم كان شخصيته اللي هي اللي يعني منطويه على نفسها قوي، اللي هي الشخصيه الانهزاميه شويه، ففي جين. بس الفكره والحاجه الجميله هنا انه بيبقى نسبته ضعيفه، وان اللي بيشجعه يظهر او ما يظهرش البيئه والمناخ اللي الطفل بيتحط فيه. يعني هي حتى لو موجوده الموضوع الوراثي ده ممكن ان هو ما يتنماش بالطبيعه اللي حوالين الشخص ده، ممكن ان هو الموضوع ده كله يخلص اصلا ما يظهرش للي حواليه. طبعا ما دي بقول ده الجميل في الامر، اصلا ده الجميل في الامر. يعني احنا ايما شفنا اطفال عارفه بالفطره كده بتشوفهم عندهم قياده، مثلا هو اللي بيقف على الفصل، هما اللي يبادروا بحاجه، وبعدين مع ما مشوا وكبروا اتاثرت فيهم القياده دي، لان البيئه وحياتهم غيرتهم للاسوء. والعكس صحيح، ممكن يكون طفل من هو صغير ودخل المدرسه يعني كان مهزوم كان مش عارف ايه، بس اهله خدوا بالهم، هو بدا يشتغل على نفسه لما كبر شويه فتقلب شخصيه قياديه. فهي الفكره ان في جزء ممكن يكون فطري شويه، ولكن الجميل ان هو ده مش العامل الاساسي خالص، فاي حد بيسمعني ينفع يتغير عادي. طيب يا دكتور، لو احنا بقى عندنا هنا حاله يعني برضو عايزين حضرتك تحللها لنا، لو الام بقى هي اللي شخصيتها ضعيفه في الحاله دي بيكون التصرف عامل ازاي؟ او الطفل بالتاكيد هيطلع شخصيته ضعيفه زي والدته، فهنا نقدر نتصرف مع الطفل ازاي؟ بص، هو مش شرط، مش بالتاكيد ولا حاجه، مش شرط. هو الفكره لا مش شرط يطلع ضعيف. هو انا عارفه ان احنا يعني بنشبه ابائنا وامهاتنا، بس برضو كل واحد فينا ليه شخصيه وعنده استعدادات معينه. يعني ممكن يكون في طفل امه شخصيته ضعيفه، بس هو عنده استعداد اقوى لانه يبقى قوي. فبالتالي في عندي بقى حاجات تانية بتربي في الموضوع، يعني في عندي المدرسه، في عندي النادي، في عندي المفروض ان لو في طرف في العلاقه اللي في الاب والام يعني ضعيف، المفروض الطرف التاني ياخد باله ويقوم ده. حتى لو مثلا زوج لاحظ ان زوجته ضعيفه، فهيتفق معاه على شويه تصرفات معينه يعملها قدام الولد او البنت دي. والاهم من ده كله ان في اساليب معينه، يعني الحمد لله يعني في دلوقتي توعيه وفي دلوقتي كورسات كتير خاصه بالموضوع ده بتوعي الام والاب يتصرفوا ازاي مع اولادهم بحيث يطلعوا عندهم ثقه بالنفس. يعني ببساطه شديده اللي هو انا هسمح له يعبر عن رايه، يعني هي بتبقى شويه تيبس صغيره كده، ولو الام عرفتها حتى لشخصيتها الضعيفه دي ومارستها مع ابنها او بنتها، هم مش هيطلعوا زيها ولا حاجه. ومفروض بقى ان الطرف الثاني يساعد على ده، ومفروض ان هما الاثنين يشوفوا بقيه دور التنشئه الاجتماعيه اللي انا كنت بتكلم عليه، المدرسه والبيت ودور العباده والحاجات دي كلها، كل دي بتربي في الشخصيه برضه. لكن فكره ان الام ضعيفه هي مش شرط خالص ان هي تطلع حد ضعيف. يعني مش شرط ان احد الاباء ان هو يكون شخصيته ضعيف ان هو ياثر على ابنه ان هو يطلع زيه. طيب احنا عاوزين نتكلم عن تشجيع مهارات الطفل، وعاوزين نتكلم على مشاركته في الحوارات في البيت. ازاي الاسره من البدايه خالص والطفل لسه صغير يقدروا ان هم ينموا فيهم قوه الشخصيه، وان هم يعتمدوا دايما على نفسهم وياخدوا قراراتهم بنفسهم، والقرارات دي زي ما قلت في البدايه في مقدمه الفقره ان هي تبقى حكيمه. ما هو ممكن ابقى متهور وباخد قرارات، بس القرارات دي مش حكيمه. بص، مش هيعرف يكون حكيم غير لما يغلط الاول. ما فيش حد من اول ما بيبتدي كده الحكمه خالص، حتى احنا واحنا كبار ما بنعرفش الحاجه الصح لما قبلها بنغلط. فانا اول حاجه خالص يعني ادربه على لغه الحوار. ماشي، احنا معظم البيوت دلوقتي بسبب السوشيال ميديا والمسكه الموبايل والاب طول اليوم في الشغل والام مش عارفه تعمل ايه، فاحنا سايبينه لناحيه واحده اللي هو ناحيه الحوار الصامت اللي هو بتاع الموبايلات والكلام ده. فاحنا بقى ناخد بالنا ونقرر ان يكون في البيت يعني جلسه حواريه دي لازم تكون موجوده. يعني لازم يكون في كل يوم، اذا ما كانش كل يوم ما ينفعش يعدي اسبوع من غير ما نكون قعدنا قاعده مع بعض بنتكلم فيها، وانا كاب وكام، ويخلي الولد او البنت قاعدين معانا ويكون مستوى كلامنا ينفع هو يتدخل فيه. ونسمح له يقول رايه وما نضحكش على طريقه كلامه ولا اي حاجه خالص. ولو حتى احنا بنتكلم ككبار في حاجه معينه والولد او البنت اتدخلت فيها،
فيبقى الطريقة اللي أنا أقوله إن ده غلط ما تبقاش فيها عنف ولا فيها إهانة، لأن دي بتحط في نفسيته جدا وبتخليه بعد كده يحس إن دي حاجة وحشة قوي وإنه هيتبهدل يعني هيبقى فيها إهانة ليه، فخلاص هيقرر بعد كده أي رأي جواه هيكتبه. فأول حاجة هضربها لغة الحوار، تاني حاجة هخليه هو يختار في حاجته. يعني أنا دلوقتي مراحة محل بشتري له هدوم بعمل أي حاجة، أنا بخليه يخش ها إيه اللي عجبك وخليه كده يعني اشوف، حتى لو نقى حاجه وحشه انا هقول له الاسباب، اقول له بص بس دي هتبقى كبيره عليك، بص طويله ازاي، ممكن انا اوديه على مثلا سيكشن يكون فيه حاجات فعلا كويسه ليه بس اختلاف الالوان، وهو يختار اللون اللي هو عايزه. لازم يختار، لازم اخليه يختار، لازم انا في البيت اقول له تاكل كذا ولا كذا، تحب ايه؟ طب يا ماما مش عارف، هتقوم قايله له مثلا دي فايدتها كذا ودي بتعمل كذا، انت اني واحد تحبه اني فايده تحبها، فهو يعني هيختار. حتى كمان في قرارات الاكل لازم احط له الايجابيات في الاكل اللي قدامه عشان يقدر ان هو يختار وما يقوليش كلمه مش عارف. بالظبط، لازم تحطيه في جزئيه ان هو بياخد قرار، حتى لو القرار بسيط تبتدي من هنا اصلا، بتبتدي من حته القرارات الصغيره دي، مش لازم قرار كبير. وعادي لو غلط، عادي لو غلط ما فيهاش مشكله، المهم ان اللي بعدها يتعلم من غلطته. طيب يا دكتور، لو احنا عندنا بقى طفل يعني في مرحلة عمرية معينة شخصيته ضعيفة او شخصيته سلبية، هل بيفضل على نفس الشخصية دي طول مراحل حياته ولا بيجي في وقت معين وممكن يتغير ويرجع شخصيته طبيعية او شخصيته يقدر ياخد قرار صحيح؟ بص، هو وارد الاثنين اوبشن حضرتك قلتهم واردين، ده بناء ده بقى هيتوقف على ايه؟ يتوقف على الحياه بتتعامل معاه ازاي وهو هيفوق لنفسه ولا لا. هو يعني عنده قابليه لده ولا لا؟ بالظبط، لا وهو يعني هو فاهم الحقيقه، يعني مثلا انا ممكن اكون لسه قايله مثال من شويه، ممكن يكون طفل بالفطره وهو صغير كان قائد يعني بالفطره كده وعنده روح القياده، بس الحياه يعني حصل فيها اختزالات كتير قوي 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 فاتقلب بقى شخصيه لا عكس قائد. وممكن العكس، حد طفل كان مهزوم كده بعدين لما بدا يوعى لنفسه، بدا ان هو يسمع كلام ايجابي من اهله، بدا يحس هو انا ليه ضعيف، ثقه في نفسه ضعيفه، بدا يشتغل على نفسه، يقرا حاجه، ياخد كورسات، حب شخصيته اتقلبت تماما. فهو ده متوقف على نظرته للامر، وهو يعني هو شخص ايجابي اصلا ولا سلبي، يعني هل هو شايف امل في نفسه متحسن ولا لا. وانا شايفه في الجزئيه دي ان يا ريت اللي حواليه يساعدوه، يعني يا ريت اللي حواليه الاب الام اي حد موجود حواليه بيرعاه او شايفه يعني يوجهه، بس يقول له ان هو يقول له كلام طيب ايجابي مش يجدعه، لا يعني يقول له لا في منك امل، طب حاول انت مثلا تقرا عن كذا، طب بص خليه يحضر دورات ثقه بالنفس، خليه يحضر دورات ازاي يكتشف ذاته، فجاه كل الكلام ده هيتغير ويروح لمنحى ايجابي تماما. يعني دكتور حضرتك ذكرتي ان الطفل علشان ياخد قرارات سليمة إلى حد ما لازم يكون مر بمرحلة إن هو يعني يرتكب أخطاء ولو بسيطة حتى تعلمه في المرحلة دي. إزاي في مرحلة الخطأ اللي هو ارتكبه ده أنا أتعامل معاه؟ إزاي أحاسبه بطريقة ما فيهاش تعنيف وفي نفس الوقت ما تكونش فيها دلع؟ حلو قوي السؤال، لان اصلا هي دي يعني برضه جزئيه اساسيه في التربيه الايجابيه. هو في فرق بين التربيه التقليديه والتربيه الايجابيه في جزئيه العقاب. يعني زمان بيربوا قيم جدا، ولكن كان في البعض يعني بيبقى في صوت ضرب وعنف ويعني حاجات من هذا القبيل، فاحنا مش عايزين برضه الناحيه دي. تمام، بمعنى ان في دلوقتي حاجه اسمها اساليب التهذيب التوكيدي اللي هو مش عقاب بدني، لا هي بتبقى نوع من انواع التواصل النفسي كده اللي هو فيه عقاب. يعني انا مثلا انا وثقت فيك قوي وقلت لك قلت لي انا بثق فيك، فلما انت تغلط او كده انا هاجي اكلمك اقول لك مش انا كنت قلت ان انا في ثقه بيني وبينك، ليه بقى انت دلوقتي المفروض دي اول حاجه، يعني ليه دلوقتي انت يعني كسرتها؟ ليه عملت كده؟ انا مش هزود في الكلام ده عشان ما غلط برضو ان انا ضميره كتير، بس انا بقول كده علشان يرد عليا. طيب في ده مثال، مثال ثاني في حاجات اللي هي بيقولوا عليها الوقت المستقطع، اللي هو لو غلط غلط بقى كبير بمعنى انه عمل حاجه ضد الاخلاقيات شويه، لا بيبقى عقابه ان هو بيقعد في حته كده بيقول عليها النيوتي تشير اللي احنا بنتكلم عليها وهو اللي بيختارها. يعني انا بقعد معاه واقول له بص حبيبي، المفروض القواعد بتاعت البيت، مش هقول له كلمه قواعد دي بس الحاجات اللي في البيت هي الاساسيه 1 2 3 4، لو انت غلطت في حاجه من دي انت اللي هتختار انت يعني ازاي ان انت تعاقب نفسك.
هل انت تحب انت تقعد شويه في كرسي كده وتقعد خمس دقايق مالكش تقعد بينا خالص وما تضربش، ولا انت هتحول لي انا هحرمك احسن من الحاجه الحلوه كنت اجيبها لك وانا راجع من الشغل كده. انا بخليه حتى بخليه يشارك في الحاجات دي، وان كنت انا بحب حته الحرمان من الامتيازات مش من الاحتياجات. فرق الاثنين يعني، في فرق ما بحرموش من احتياج، يعني مش هدخله اكل وشرب ولا لا طبعا ما اقصدش كده، احرمه من امتياز. يعني لو مثلا انا في الويك اند بخرجه افسحه خلاص بقى الاسبوع ده ما فيش، لو انا كنت متعوده بدي حاجه حلوه انا جايه مش هجيب. صح. لو أنا يعني انا ما احرموش من الحاجات اللي هو محتاجها، لا طبعا، بس من الحاجات اللي هي تعتبر يعني حاجات زياده او دلع. امتيازات، ما هو زي بقول مش حرمان من احتياجات، حرمان من امتيازات، في فرق بين الاثنين كبير. صحيح. دكتور نورهان النجار استشاري نفسي وتعديل سلوك كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على المعلومات المهمه دي، وان احنا لازم دايما نخلي بالنا على اطفالنا من صغرهم، نخليهم عندهم شخصيه قويه، نساعدهم ان هم يبقوا مهتمين بقراراتهم ومهتمين بكل تفصيله في حياتهم من تلقاء نفسهم، علشان بعد كده يقدروا ان هم يعملوا او يبقى عندهم قرارات سليمه يقدروا ان هم يمشوا بيها في حياتهم لوحدهم. بنشكر حضراتكم على متابعه الحلقه، وبشكر كمان زميلي اندرو في الاستوديو. شكرا يا اندرو. بشكرك يا مارينا، وبشكر زمايلنا خلف الكاميرات على هذه الحلقه، وبشكر كمان حضراتكم على طيب المتابعه. ان شاء الله يومكم النهارده جميل، كله سلام وهدوء وسكينه، ودايما محققين احلامكم ودايما واصلين لطموحاتكم. بنشكر حضراتكم جدا على متابعه هذه الحلقه، ان شاء الله نلقاكم على خير الاسبوع القادم في نفس المواعيد، والى اللقاء.